Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi takinu salihat wa salatu wa salam ala nabi huda wa rahmah. Amma ba'd. Asalatan an nafsi wa niyabatan an ikhwani al-wazifin wal-mudabisin fi al-jami'ati al-islamiyati al-alamiyati malidiyya urahib fi fadilati al-shaykh al-tustur Ahmad Rasuni رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وخاصة إلى هذا اللقاء العلمي والتثقيفي حول مقاصد الشريعة أو بعبارة أخرى حول تفعيل مقاصد الشريعة على أرض الواقع وكذلك يسرني أن أرحب بإخواني من جامعة سلطان زين العابدين وأخص بالذكر الفاضل الأستاذ دكتور محمد نور منوطي رئيس مجلس إدارة للجامعة والأستاذ الدكتور حسن البصري مدير للجامعة ويسألني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل إليهم على ترتيباتهم الأخوية والرائعة حتى نستطيع أن نأتي بفضلة الشيخ دكتور أحمد رسوني حفظه الله إلى جامعتنا وإلى هذا اللقاء المبارك ومن واجبي أن أشكر الجميع سادة الكرام على حضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء سائلا المولى عز وجل أن يبارك فينا جميعا والله هو الموفق إخواني وإخوتي الأفاضل وسادة الكرام إن موضوع تقسيم العلوم الشرعية موضوع شائق وله آفاق متشعبة تتناول كل من التعريفات والمصطلحات والبنية التحتية ومآلة التطبيقات وأهم منها كلها والتأثير الفعلي على مكونات العقل الشرعي أو العقلية الشرعية وشخصيات وسلوكيات علمائها ومفكريها وفي مجال تخصصي أنا ومجال المالية الإسلامية المعاصرة قد تكلمنا وقمنا بالفعل بعملية التوريق من كلمة ورق أو تسقيق الأصول عينية كانت أم نقدية ومنها نقدم للعالم ككل منتج السكوك الإسلامية والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة في إدارة السيولة والتدفق النقدي واليوم والحمد لله معنا محور فكري له أبعاد مكثفة وبعيدة حول تقسيم العلوم الشرعية ومعنا شيخ جليل وعالم متمكن في الفنون المقاصدية والشيخ دكتور أحمد الرسوني وهو غني عن البيان وبعد إذن شيخ خلوني أن أقرأ عليكم شيئا مختصرا حول سيرته الذاتية وسوف أقرأ عليكم ما كتب الشيخ عن نفسه بنفسه في كتابه النفيس نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي بعد إذنكم شيخنا الفاضل ولد الشيخ لشمال المغرب سنة 1953 هجرية وأضطر أن أقول أن خلفيته العلمية متنوعة وملونة ومشكلة ولكن كلها تغرس وتنبت وتفيد وتؤثر على شخصيته العلمية التحق الشيخ بكلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس وحصل منها على إجازة العليا سنة 1978 ثم أتم دراساته العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط فحصل منها على شهادة الدراسات الجامعية العليا سنة 1986
ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا ما يساوي بماجستير في مقاصد الشريعة سنة 1989 ودكتورة الدولة في أصول الفقه سنة 1992 وأذكر هنا بعض مؤلفاته المنشورة ومنها وهو من أهمها في تقديري وفي رأيي نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نظرية التدريب والتطبيق وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية وكذلك من أعلام الفكر المقاصدي والشورى في معركة البناء وغيرها من الكتب والمقالات والبحوث وفي رأيي وفي تقريري أعتبر الشيخ الفاضل حفظه الله حجة في مقاصد الشريعة وما زاد في سيرته الذاتية من الحلاوة والجودة والجدية هو أنشطته العامة في مجالات شتى من مجالات تحرير مجلة وليس تحرير دولة والحركة الدعوية والمنظمات الفكرية وغيرها وكان عضوا مؤسسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحاليا هو رئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وللشيخ كتاب رائع حول علال الفاسي سماه علال الفاسي عالما ومفكرا وأنا الآن بكل سعادة واحترام أقدم إليكم فضيلة الشيخ الرسومي عالما ومفكرا ومنظرا ومقصدا فليتفضل الشيخ فاضل مشكورين مأجورين فضل مشكورين فضل الشيخ